نتعرف على بيئتنا، بودكاست يسلط الضوء على قضايا بيئية مهمة في فلسطين. انضموا إلينا في مهمة استكشاف جميلة لبيئتنا الفلسطينية. نتعرف على بيئتنا، بودكاست يأتيكم عبر منصات أجيال وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة. الحق في البيئة. الحق ببيئة آمنة ونظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان، كفلته الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية البيئية، وهي الوجه الحضاري للمجتمع ومكون من مكونات هويته الوطنية، وهي بذلك تؤسس للحقوق الوطنية الأخرى الطبيعية والثقافية والتراثية والاجتماعية والاقتصادية، والواجب حمايتها والحفاظ عليها. وخلينا نتذكر بيئتنا كنزنا، لازم نحميها ونحافظ عليها. نتعرف على بيئتنا، بودكاست يسلط الضوء على قضايا بيئية مهمة في فلسطين. انضموا إلينا في مهمة استكشاف جميلة لبيئتنا الفلسطينية. نتعرف على بيئتنا، بودكاست يأتيكم عبر منصات أجيال وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة.